الاكونت على ده تذكرتي ده علشان حقيقي تقدر تجيب تذكرة تذكرتك. حضور المباريات. دي مسألة يعني هل الجماهير مستوعبة الإجراء؟ انتوا عملتوا تغطية كافية كإعلام رياضي لأن الناس تعرف أعمل إيه علشان أحجز تذكرة الماتش؟ مش كل الناس مستوعبة الفكرة، م. لأن في النهاية هي حاجة جديدة. م. وخلينا نتكلم بواقع برضو، مش كل الناس ليها علاقة بالتكنولوجيا أو إن هي يعني مرتبطة بيها أو إن ما بتستخدمها. فهي الفكرة إن أنا لازم يبقى عندي ID، وبعدين أدخل أشتري التذاكر، أشتري التذاكر لنفسي أو على النت لأسرتي. وبعدين اطبعها من المنفذ. طريقتين دفع، يا هشتري بالكريدت يا إما هشتري من فوري، ولازم اسدد في خلال ساعتين، وهروح اطبع التذكره في المنافذ اللي هي المحدده، واخد التذاكر وادخل الماتشات. بس هي الفكره في ناس هتلاقي صعوبه ايوه، اكيد. بس احنا مجبرين في التوقيت ده ماشي، لان احنا في عصر اتمتة العالم، كل ده العالم ده ده اوتوماتيك. حقيقي. بس لازم ان احنا كمان يعني نيسر على الناس، يعني الاماكن اللي هم بيعملوا فيها الطباعه كانوا ممكن يخصصوا ناس، مثلا ممكن ناس كبار ما بيستخدموش التكنولوجيا. بس انا ليه عايزين احرمه ان انا اه فاقول له طيب لا انا بيسر تعالي عليك؟ تعالي نشوف. في برضو سنوات انتقاليه حصل لنا فيها احداث مشابهه، بتقلي صحيح. انت عصرتي مثلا التنسيق الالكتروني. التنسيق الالكتروني بتاع الثانويه العامه لما بدأ، ما التنسيق كل الناس اللي كانت بتفتكر ان هو كان طوابير والناس بتموت من الحر يعني حاجات كده كتير، لما عملوه الكتروني كان صعب، كان صعب لكذا حاجه. او صعب اولا حتى استيعاب الفكره، واحط استيعاب الكليات الفكره، ازاي واعمل احط ايه. الكليات ازاي، الانترنت ما كانش زي الايام دي. فكانوا عاملين في الجامعات المصريه المراكز التكنولوجيا بتاعتهم مفتوحه، اللي عايز يجي يعمل التنسيق بتاعه اهلا وسهلا بيه. يعني كان ممكن انت رايحه الثانويه العامه انت خضعتي للتنسيق الالكتروني. ده حقيقي. انت كنت كام سنه في التنسيق الالكتروني؟ اول سنه انا ولا تاني سنه؟ تقريبا كنت اول سنه، اول يعني انا انت انا انا اول طبعا دفعه شافت التنسيق الالكتروني. بالظبط. طيب يبقى كان عندك سهلوا علينا فكره انك تروحي وحد يبقى بيساعدك. حد يساعد طب هل ده ممكن يحصل في منافذ تذكرة؟ اتمنى ان هم يعملوا كده. طيب في ده مقترح كويس قوي، ان هم لازم يساعدوا الناس. مش كل الناس يا جماعه عندها فكره ان هم يدخلوا على الانترنت ومش عارفه هيعملوا ايه. الخطوات ممكن تكون على الناس معقده، فاحنا ممكن كبدايه خلاص هي كده واقع. ولو هنتكلم هي حاجه كويسه، جماهير الزمالك وقفت بالطوابير والناس باتت في الشارع ويعني في الحر وفي الصيام علشان ياخدوا التذاكر، وفي ناس ما خدتش. فلو هتعملها الكتروني وبشكل صح ماشي تمام، بس يسر على الناس. يعني اديني مفاتيح التعامل حتى في بالظبط الاوقات الانتقاليه دي، بالظبط. لان انا لسه اول مره اتعامل مع بطوله دوليه بهذا الحجم بالمتغيرات التكنولوجيه الكبيره دي. بالظبط. اللي عايز يعمل في بيته يعمل، بس اللي عايز يجي نساعده اهلا وسهلا نساعده. دي فكره حلوه قوي، يعني مقترح مهم جدا في حلقتنا النهارده، انه في منافذ البيع يبقى عندي حد يقدر يكون ميسر لان يبقى عندي التذكره بتاعتي على النت. احمد، دي البطوله الاولى، البطوله الكبيره الاولى في مصر اللي يبقى فيها الاتمته دي، التكنولوجي العاليه دي. احنا حضرتك دلوقتي كنت بتتكلمي في التنسيق، وده كان شيء مصيري يعني. كان حضرتك تخش تدخلي تحط الرغبات، وان الرغبه دي لو ما كانت جت غير اللي انت كنت عايزاها فهتضطري تروحي الكليه دي وبعدها تحولي. الامر كان مصيري قوي في بدايه صعوبه. عشان كده الناس كانت مخدوده قوي. بالظبط. ودفعه بالتالي 2007 2006 2006 2007 2007 2006 7 اعتقد ان الامر دلوقتي اصبح مختلف تماما. مبدئيا فكره وصول الذهن المشجع او المواطن المصري للتكنولوجيا او مستوى كبير من التكنولوجيا طبعا فرق عن وقت ما كنا بدايه التنسيق. دي بدايه يعني فين، من 2006 2007 ل 2019. وزي ما بتقول تهاني، وضع ان انا اجيب تذكره لماتش ويبقى بطوابير وفي الحر وفي الصيام امر مرهق جدا. وفكرة ان انا اخلي كل شيء الكتروني امر جميل وعظيم. وفكرة ان انا احط بقى الاجمل منه، فكرة المراكز التكنولوجية، ان انا حد جاي من الجماهير محتاج يعمل فان اي دي وما عندوش الخلفية الكاملة ان هو يعملها، ان هو يدخل ويكتب الابليكيشن.
بس يمكن دي فيها شيء من السرية شوية بحكم ان في الفان اي دي والرقم الخاص بالمشجع والباسورد ورقم البطاقة واسماء معينة وحاجات تمام. سرية. بس عايز اقول لك برضو شخص مسؤول من المركز التكنولوجي بالظبط ويساعد الشخص اللي جاي يعمل الفان اي دي ده فعلا المقترح اللي هيسهل كتير جدا على الناس. والله انا النقطة يعني التانية احنا ان شاء الله يكون مقترح احنا ايه بنحط تحتي خطوط كده علشان يا رب يتنفذ. احنا فكرة اننا نخلي كل حاجة مميكنة ده شيء احنا ده اللي احنا عايزينه اساسا. ده الهدف الاساسي. ده الهدف ان احنا عايزين بعد كده ان يبقى الامور سهلة ان ما حدش من الجماهير يستصعب فكرة ان هو يدخل على النت عشان يعمل الابليكيشن يملأ الابليكيشن ده فان اي دي يشتري من خلاله التذاكر. ده الامر سهل جدا. حضرتك دلوقتي كل الناس ماسكة موبايلات اعتقد يعني ما فيش حد ماشي دلوقتي من غير موبايل. وموبايل كمان ليه وانت برضو ليك حد من افرض عندك صديق ينفع تجيب ليك حد اقصى من عدد التذاكر اللي ينفع تجيبها على الفان اي دي بتاعتك انت ليه والاسرتي لان ممكن يكون في مثلا احنا حد تحت السن او كده فهجيب ممكن تستحق باباك مامتك اخوك بالزبط. اختك ابنك بالزبط. تسهيل الامور ده شيء جميل. وانا بشوف ان ده يعني حاجه يمكن يكون باذن الله رب العالمين دي بدايه لعوده الجماهير المنضبطه للمدرجات لان دي نقطه مهمه جدا. وانا لسه برضو بنتكلم انا وتهاني على فكره ان الكره للجماهير اضافه ده امر بديهي ان الكره للجماهير الاصح بقى وان الاجمل منه الكره لامتاع الجماهير. صحيح يبقى لازم يكون ما نتغفلش عن المتعه بالظبط لان الكره بدون متعه للجماهير فهي مش هتكون للجماهير. انا مش هصدر لهم امر سلبي. صحيح. اكيد انا عايز الكره لامتاع الجماهير. ان شاء الله يكون دي بدايه خير لعوده الجماهير للمدرجات لانها كمان عوده منضبطه جدا يعني فيها ضوابط كتير. الاتمته ميزه الاتمته يا جماعه ان هي ضوابطها محطوطه بحكم الامر الواقع. هي بطبيعه التكنولوجي حاسمه ومحدده. انا اللي مشتري التذكره انا اللي قاعد في المكان ده انا المسؤول عن الظهور في المنطقه دي في الوضع ده في وجود الكاميرات دي. لا الامر بيبقى طبعا منضبط وده اللي احنا نتمناه.